الدكتور عبد الجليل السنجهيس يعاني من عدد من الأمراض، فهو رجل مجاهد صامد كالجبل، وقد رفض أن يتنازل لهؤلاء الصعاليك وأصر على موقفه برغم المرض الذي يعاني منه، وهي أمراض عديدة. فهو يعاني من عدم اضطراب في القلب أو عدم انتظام في دقات القلب، ويعاني من ضغط الدم، وبالإضافة إلى الأمراض التي عوقته عن الحركة منذ الولادة، وأيضا يعاني من ضعف في المفاصل بسبب كثرة المعاناة والتعذيب التي عانى منها طوال سجنه منذ أكثر من عامين ونصف. الدكتور السنجيس يحتاج إلى عناية، ولكن هذه العناية ممنوعة عنه، وهو محروم من الفحص الطبي، ولا يسمح له بزيارة عائلته منذ أكثر من 7 شهور. الدكتور السنجيس يستحق دعم هذا العالم، وقضية الدكتور السنجيس تؤكد أن هذا النظام ليست لديه أخلاق وليست لديه قيم، وإنما هو يتحرك في ضوء ما تمليه عليه مصالحه الذاتية، مصالح العصابة الخليفية، وبعيدا عن كل الأخلاق والقيم. نهيم بالعالم أن ينتفض ويطالب بعلاج الدكتور السنجيس وأخذه إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن، وكذلك الأستاذ حسن المشيمع الذي هو الآخر يعاني من أمراض خطيرة، وهو يعاني أيضا كما هو معروف من مرض السرطان الذي يخشى أنه قد عاد إليه بسبب الإهمال الذي فرضه الخليفيون بشأنه. أقول أن من لديه ذرة من الإنسانية وحب الخير عليه أن يتحرك، أن يضغط على الجهات الدولية، أن يتواصل مع المنظمات الحقوقية في العالم، أن يضغط على مجلس حقوق الإنسان ومفوضة حقوق الإنسان، وأيضا وزارات الخارجية بالدول التي تتعاطى وتدعم العصابة الخليفية للضغط على هذه العصابة لوقف هذا التداعي في العناية الصحية للمرضى المسجونين، وخصوصا الدكتور السنجيس والأستاذ حسن المشيمع.